رحلتي رحلتي يا جارة وسكنتي وسكنتي بعيدة عالحارة جارة يا جارة جارة يا جارة رحلتي رحلتي يا جارة وسكنتي وسكنتي بعيدة عالحارة وركبتي بيني نلقاك دليني حتى بعمارة من شوقي نسكن بحداك يا جارة يا جارة يا جارة يا جارة ارحلتي ارحلتي. الفنان عبد اللطيف حويل صاحب الصوت الجميل والأداء القوي، فنان يعد قامة من قامات الطرب الأصيل ورمز من رموز الأغنية الليبية. الحديث عن مسيرته الفنية بقدر ما هو شيق وممتع في شيء من الصعوبة، لأنه إنجاز التعبير لا يمكن حصر عطاءه في أسطر من الكلمات. من أشهر أعماله الغنائية واللي نالت صدى واسع وعلى مستوى الساحة المغاربية أغنية الوفا يا ريدي. الوفا يا ريدي ليش تهجري بعد الوفا يا ريدي ليش تهجري بعد الوفا يا ريدي الوفا يا ريدي وليش تتركيني في حيرتي وتنيدي ليش تهجري بعد الوفا يا ريدي. كذلك أغنية حبيت نفسي بيك حبك الوالد بين عيوني من غير حبك ما عرفت نفكر ما عرفت نفكر حبيت نفسي بيك أكثر وأكثر. مطرب أصيل استطاع عبر أغاني تقديم رسالة مفادها إن الأغنية الهادفة هي اللي تصمد عبر الأزمنة وتظل خالدة في الذاكرة. وش رأيكم الآن لو نستمع لأغنية بنشاورك يا قلب رد الشيرة علي جفي بعد المحبة خيرة؟ رد الشيرة بنشاورك يا قلب رد الشيرة بنشاورك يا قلب ريت الشيرة ريت الشيرة ريت الشيرة علي جفي بعد المحبة خيرة بنشاورك يا قلب ريت الشيرة ريت الشيرة. كتب كلمات هالأغنية ولحنها محمد سليم. وفي الأيام الماضية تم تكريم الفنان عبد اللطيف حويل بمسرح الكشاف من قبل جمعية التراث الموسيقي بالتعاون مع إذاعة طرابلس. حضر هذا التكريم نخبة من كبار الفنانين في ليبيا. علي جفي بعد المحبة
وما زالت أغاني هذا المطرب المبدع حاضرة وبقوة متوارثة من جيل لجيل. نذكر منها نفسي عزيزة، ماتروم الجافي، واللي هي من أغاني التراث الليبي، وأغنية غربتيني ومحتاج لك أكثر، وعيون سود. ماتروم الجافي نفسي عزيزة، فناننا لديه القدرة على العطاء ويشارك في عدة محافل غنائية، وهو بلا منازع سفير الأغنية الليبية. عبد اللطيف حويل، ربي يعطيك الصحة، وبالفعل أنت خامة صوت نادرة وتاريخ فني مضيء ومشرف. عيون سود بانوا من لحاف كوني، عيون سود بانوا من لحاف كوني، حلوة شالوا النار في مكنوني، حلوة شالوا النار في مكنوني، عيون سود بانوا من لحاف كوني. I'm so deep.